كل مصيبه تحصل في البلد تبقى الحكومه مسؤوله عنها؟ يا استاذه هبه انا عاوز اسالك، الحكومه هي اللي قالت للناس دي تركب مراكب هلكانه عشان تغرق في البحر؟ دول ناس خرجوا من البلاد بطريقه غير شرعيه وبعيدا عن المنافذ الشرعيه، دي بحد ذاتها جريمه يعاقب عليها القانون. يا فندم في مثل بيقول ايه اللي رماك على المر قال اللي امر منه، البطاله والاهمال والمحسوبيه، نفس الظروف اللي افرزت التطرف في الدين قبل كده. لا 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 يا فندم، في ناس غرقوا في البحر ولا لا؟ في ناس غرقوا، ايوه بس السؤال هو غرقوا ليه؟ ايه ده؟ كريم المزه بتاعتي بتتفرج على نفسها؟ متصحيت؟ اول ما حسيت انك مش جنبي صحيت على طول. انت لسه حاجه كابوس يا ساتر، تلاقيكي بس متوتره شويه. ما بس انا بقى خليكي زي الفل. لكن عندي هنا بقى كلهم عايزين يبقوا مديرين عمر. يا ساتر الوزير، تسمح لنا بقى ناخد شويه اتصالات؟ اتفضل معانا ممدوح من بني سويف. اتفضل يا ممدوح. يا استاذ انا عاوز سياده الوزير يفيق الناس بالكلام اللي بيقول. انت عارف ان المصيبه كبيره، احنا مش عاوزين نشتغل مديرين عموم، عاوزين الشغلانه تحفظ لنا كرامتنا والدخل بتاعها يكفي يجيب فيها لقمه عيش. انا ما زلت عند رايي. شوف الكسل والطمع والجشع وعدم الرضا هم دول المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية. سيادة الوزير في مثل بيقول مفيش قط بيهرب من الفرخ. يا أستاذة هبة احنا ما عندناش قطط، احنا عندنا بني آدمين وكلاب كمان يا فندم. الرئيس بيقرا مقالتك دايما ومبسوط جدا من الموضوعيه بتاعتك. ده شرف كبير يا فندم. انا عموما بكتب اللي انا مقتنع بيه وبس. اكيد وصل الكلام انه في تغيير في القيادات الصحفيه الايام دي. والله يا فندم احنا بنسمع وبصراحه سمعنا كتير قوي بس يعني شوف التوقيت مهم في كل حاجه. وبعدين تعيين قياده صحفيه جديده حاجة مش سهلة. طبعا وليه اعتبارات كبيرة قوي. وانت ازيك؟ انا تمام الحمد لله. والمدام ازيها؟ بخير يا فندم. انت ايه رايك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطة قناة الشمس؟ وبصراحة البرنامج مش قد كده. يعني بتشوفه؟ احيانا. وبتقول ايه للمدام بقى بعد ما تشوف الحلقة؟ بجاملها احيانا. بتجاملها؟ بس في العموم بقول لها على الملاحظات السلبيه الكتيره قوي اللي موجوده في البرنامج ده. هتقول لها على ايه ولا ايه؟ البرنامج كله سلبيات. وين حقيقي؟ هي مش عارفه صاحب المحطه ده مين وراه؟ شكلي كده اروح البيت اطلقها، رغم اني بحبها قوي. لا لا لا، احنا مش عايزينك تطلقها ولا حاجه. احنا عايزينك تهديها شويه. بدل ما يهيج علينا. انا جاي ابشرك بشرى خير ان شاء الله. انا شفت لك رؤيه عظيمه. انا صليت الفجر يا جماعه في المسجد ورجعت البيت وعيني غفلت الرؤيه يا استاذ كريم انك بقيت رئيس تحرير الجورنال. يسمح منك ربنا يا سيدي. بعد اذنك يا قمر هروح اعمل حاجه وراجع على طول. واقف ليه يا استاذ مصطفى؟ اتفضل ارتاح. اهو كده يا راجل. اللي قول لي، هي الرؤيه كانت عباره عن رئيس تحرير بس ولا رئيس مجلس اداره كمان؟ يا جماعه دي احلام.
مجرد احلام مش كده يا استاذ فهيم؟ ازيك يا انجي؟ صباح الخير يا احمد بيه. صباح الخير يا كريم. كريم وحياتك افتح لها ستاير خلي نور ربنا يدخل. صحيح مبروك. على ايه يا احمد بيه؟ سمعت انك بقيت رئيس تحرير في الحلم. زميل حلم احلام يا احمد بيه. بس انت فرحت بالحلم ده مش كده؟ دي خزعبلات يا احمد بيه. هو في احلام بتتحقق الايام دي؟ على كل حال بخلي اللي احلم لك الحلم ده ينفعك. لازم تعرف يا ابني ان انا اللي برشح مين اللي هيقعد على الكرسي ده بعد مني. ايه مستني حاجه؟ انا اذنك حبيبي. طبعا مصلحتك تهمني. اذا كان عليا انا مش عايزاك تبقى رئيس تحرير، انا عايزاك تبقى رئيس جمهوريه. لا بلاش رئيس جمهوريه، اي رئاسه تانيه الا دي. ماشي اي رئاسه تانية بس بعيد عني. مش فاهم. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يوه طول الوقت عادي جدا. انك تتنازل؟ ان الحاجه تتعامل بحساب. بس احنا قبل كده في الاول يا حبيبي اتفقنا ان محدش يتدخل في شغل التاني ولا ايه؟ كام حلقة بس؟ خفاف، زراف، لطاف. الراجل النهاردة الصبح كان عاوز يطلب مني كده صراحة. راجل مين؟ صاحب الأمر والنهي في الموضوع ده. ساعديني الفترة قصيرة. بلاش بقى اللي غرقوا واللي اتحرقوا واللي اتخنقوا. المساكين والعيانين اللي مش لاقيين ياكلوا دول. بيني وبينك الناس زهقت قوي من موال البايخ ده. صح عندك حق. على اساس الناس زهقت كمان من التلفزيونات والجرايد والسمون في مي والكافيار والحياه الحلوه. انت صح يا حبيبتي. انت صح. انا بقول لك بس لفتره صغيره. ده مستقبلي ومستقبلك. مستقبلك. بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح ليك شعبيه، ناس بتقرا لك تحترمك تحبك احسن من 100 رئيس تحرير ما حدش بيقرا بسطر. لا يا حبيبتي البلد دي مش ماشيه كده. البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس. كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي فتحنا البلد من رجال الاعمال جريوا ورا مناصب لانها الحمايه والحصانه، لكن النجاح وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس حاجه تانيه. نجاح لمبه منوره زي دي لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري. ايه يا بنتي وجودك مش حصان وفرس اختلق مين يكسب؟ وبصراحة بقى حياتك الزوجية أهم من شغلك. ليه ما يكونش الاتنين بنفس الأهمية؟
بطلي حنان تتكلمي كده زي الستات اللي عمرهم ما اشتغل. اه بحب بس كابس على نفسي. الراجل قال لك تساعديني وانت يعني هتساعديه في سرقه بنك زي ما قال لك كام حلقه خفاف لطاف، مش احسن من البرنامج كله يتلغي؟ ابعدي عن اللعب الخشن شويه على الاقل لحد ما التغيير يحصل. هبه لاحظي انك متجوزه بقالك 7 شهور بس، ودي جوازتك الثانيه، يعني اي خلاف بينك وبين كريم هيتاخد ضدك انت. الاستاذة اللي البلد مالها السيرة للبرنامج بتاعها. ازيك يا اليكس عامل ايه؟ ازيك بيه على لما بتنورينا يا فندم. ميرسي ربنا يخليك. اه شيخ كلافين مش اقل من 3 أو 4 عمليات تجميد، مش ممكن. انا مش عارفه فيها ايه زياده عن اي ست تانيه. يمكن عقلها يا جماعه. سلمى. ايوه يا مسيو اليكس. مع الاستاذه سلمى. سلمى حايك شخصيا؟ انا رايي انها اجمل من سلمى حايك. الدنيا حظوظ يا اليكس. المحل منور بوجودك يا مدام، تحت امرك. البرفان الجديد بتاع شانيل نزل عندكم؟ موجود من اسبوع. طب هايل، عايزه واحده وعايزه فيشل واش ولوشن وكل الوان الروج الجديده. مدام هبه. أيوة. انا من اشد المعجبات بحضرتك. ميرسي. حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت هايله، عايزين من ده كتير ان شاء الله. التوفيق دايما. ميرسي قوي. على فكرة يا أستاذة، أنا اتفرجت على الحلقة. عجبتك؟ يعني إيه؟ أصلي نمت قدام التلفزيون وأنا بتفرج. لا يا شيخ. يا أستاذة هبة، الحكاية أصل إحنا محدش بيشوفنا، بتسمعوا عن أخبار الناس من غير ما تشوفوها. لو شفتي بعينك هتفرق معاكي. عايزين نشوف إيه بالظبط؟ أنا متأسفة يا أستاذة، الظهر إن أنا نسيت نفسي. لا انا بسالك بجد، ترد انت بقى عليا بجد. انا مقسومه 2. فهميني قصدك ايه. ممكن تتخذ فيه، تتعرضي للسرقة وللضرب. لغوستين والاغتصاب. دي حاجة ما تضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشرين جدا يا سلام، وطيبين جدا جدا جدا. انا ناوي اعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية. نص نهارها عايشة في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بينهم مخلفات وزبالة وروايح وحشرات وحاجات بايخة. انت عاوزة تعملي لنا فتة اجتماعية؟ تحريض الطاقات على بعضها. انت عاوزة تودينا في داهية؟ مش انت اللي مش عايزني اتكلم في السياسة؟ طب اللي انت بتقوليه ده كله سياسه. تكلمي في حاجه الحكومه لا تلام عليها.
اجتماعيات شوية اجتماعيات كده. الاعلانات هتزيد ونسبة المشاهدة كمان هتزيد بس مع شوية تجديد. صح والله العظيم صح. هبة بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسة وقهر المرأة ده موضوع ملغم سياسة. كل دول اتعمل. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المرأة؟ طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوف دلوقتي اقتنعتي يا ناس. والموضوع بقى حرية ولا المسألة زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايزه اقول لك حاجه، طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسرها. خد ده واللي انت شايفاه غلط بقى احنا هنعمله. اه ساكت انت، انت مش فاهم حاجه. مفيش هبه، على ذكر قهر المراه، في مقاله النهارده مهاجماك يجوم شديد شويه. زي ما جورنال بيكتب حاجات كويسه عندك، هو لازم برضو يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعيه. كبري دماغك يا ستي. هبه